السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. أضافت مملكة البحرين أول ميدالية ذهبية في رصيدها في دورة الألعاب الرياضية الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد فوز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بذهبية المسابقة إثر فوزه على نظيره العماني الشقيق بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليرفع الأحمر رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة. حقق فريق الحد لقب النسخة السادسة لكأس السوبر البحريني لكرة القدم بعد فوزه على المحرق بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدف لمثله. هدف المحرق جاء عن طريق محمد الدخيل في الدقيقة 71، هذا وأدرك علي حرم التعادل للحد قبل صافرة النهاية بدقيقة واحدة. بهذا نجح فريق الحد في دخول نادي الأبطال لكأس السوبر البحريني، والذي كان يقتصر سابقا على النجمة والمحرق والرفاع الشرقي. والحد يواصلون إنجازاتهم اللي بدأت منذ الموسم الماضي.